هاي ماي ستودنتس، ويلكم تو ماي شانل. ازيكم يا ولاد، منورين القناه. عندي المره اللي فاتت اخذنا الليسن الاول من السمر انجلش كورس اللي بداناه مع بعض، وكان عن ذا سبجكت. اللي ما شافش الفيديو اللي فات هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. النهارده بقى ان شاء الله عايزه كل واحد كده يكون معاه ورقه وقلم. طيب ليه؟ لان المره اللي فاتت كنت انا اللي بحل الاسئله، لكن المره دي يا بطل انت بقى اللي هتحل الاسئله، وعايزك تكتب الاجابات في الورقه عندك. طيب هتعرف منين اذا كنت حلل صح ولا غلط؟ ان شاء الله في اخر دقيقه في الفيديو هتلاقي الاجابات ودرجه كل سؤال. عايزك تيجي في الاخر تعلم لنفسك وتدي لنفسك درجه وتكتب لي الدرجه بتاعتك في الكومنتس تحت. يلا بسرعه روح هات ورقه وقلم عشان نبدا الفيديو بتاعنا. طيب يا ولاد، المره اللي فاتت اخذنا ذا سبجكت الفاعل، النهارده بقى ان شاء الله هناخد ذا فيرب الفعل. اول حاجه لازم نعرفها وات از ذا فيرب، يعني ايه الفعل. ذا فيرب از ذا اكشن، الفعل هو الحدث. ذات ذا سبجكت از دوين، الفعل هو الحدث اللي الفاعل بيعمله. مش فاهمين يا ميس؟ اوكي تعالوا ناخد اكزامبل عشان نفهم اكتر. فور اكزامبل، احمد از رايدن ا بايك، احمد بيركب العجله. وات از احمد دوين؟ أحمد بيعمل إيه؟ is riding a bike. is أحمد climbing a tree؟ no. أحمد is riding a bike. is أحمد eating a sandwich؟ no. أحمد is riding a bike. يبقى دي وظيفة الفيرب، إن هو بيعرفني السبجكت اللي عندي بيعمل إيه بالظبط. دلوقتي بقى عايزاكوا تعرفوا إن أنا عندي two kinds من الفيربس، عندي نوعين من الأفعال. عندي أول حاجة helping verb يعني فعل مساعد، وعندي main verb يعني فعل أساسي. طيب إيه الفرق بين ال helping verb وال main verb؟ النهاردة إن شاء الله هناخد ال helping verb بس. أوكي؟ طيب تعالوا نعرف الأول مين هما ال helping verbs دول؟ مين هما الأفعال المساعدة دي؟ أول واحد فيهم verb to be، يبقى أول واحد فيهم مين؟ verb to be. طيب اللي هو فعل يكون، فعل يكون في البريزنت هيكون am is and or و or. اوكي وفي الباست هيكون was and were. اوكي تاني verb عندي هو verb to have، اللي هو verb to have فعل يمتلك، في البريزنت هيكون has and have، وفي الباست هيكون had. اوكي تالت verb عندي هو verb to do، فعل يفعل، وفي البريزنت هيكون do and does، وفي الباست هيكون did. واخر verbs عندي هي المودل verbs، الافعال الناقصه اللي هي will would can could shall should may might must and have to. يبقى كده عرفنا مين هما الـ helping verbs. تعالوا نعيدهم تاني عشان نحفظهم كويس، ولازم تحفظهم كويس لأن دول هينفعوكوا في حاجات كتير جدا. أول حاجة قلنا verb to be am is are was and were، verb to have has have and had، verb to do do does and did، modal verbs will would can could shall should may might must and have to. تاني حاجة عايزاكوا تعرفوها يا ولاد ان الـ helping verbs don't stand alone، ان الـ helping verbs الافعال المساعدة استحالة تيجي في الجملة لوحدها، معنى الجملة يبوظ على طول. طيب هيجوا فين؟ هل هيجوا قبل الـ main verb ولا بعد الـ main verb؟ هيجوا قبل الـ subject ولا بعد الـ subject؟ لا الجملة هتبقى ازاي؟ اول حاجة هنحط subject، وبعد كده helping verb، وبعد كده main verb، وبعد كده كمل الجملة بتاعتي. For example he is driving a car. What is the subject؟ فين الـ subject؟ he. What is the verb؟ فين الverb؟ is driving. بس الverb متقسم لحاجتين، أول حاجة helping verb اللي هو is، وبعد كده المين verb اللي هو driving وبقية الجملة. طيب تعالوا نشيل كده driving اللي هو المين verb ونشوف معنى الجملة هيبقى عامل ازاي. لو شلت driving بص هتبقى ايه؟ he is a car، هو عربية. ايه ده ينفع الكلام ده؟ طبعا المعنى بس خالص، عشان كده ال helping verb أساسا لازم محتاج للمين verb عشان معنى الجملة يكون مظبوط. تعالى دلوقتي ناخد اول اكسرسايز عشان نتاكد ان انت فهمت الجزء ده، وزي ما اتفقنا معاك الورقه والقلم بتاعك، هتوقف الشاشه وهتقرا الاسئله كويس جدا وتحلها في الورقه، وبعد كده تتاكد من اجابتك في اخر الفيديو. يلا اول سؤال عندي underline the helping verb، هتحط خط تحت ال helping verb الفعل المساعد. Thank you.
تعالى بقى ناخد السؤال التاني. Circle the main verb، اعمل دايرة على الفعل الأساسي. خلي بالك الفعل الأساسي مش الفعل المساعد. حد يجي يقول لي يا ميس طب ايه أهمية بقى الهيلبين فيرب؟ اساسا ملوش لازمة، وجوده زي عدمه لانه ما اثرش على المعنى بتاع الجملة. طب ما نشيله من الجملة احسن. اقول لك لا، تعالى بقى اعرفك ايه أهمية الهيلبين فيرب. What is the function of the helping verb؟ ايه وظيفته او اهمية الهيلبين فيرب؟ اول وظيفة ليه they set the tense of the sentence، هو اللي بيحدد لي الزمن بتاع الجملة، بيحدد لي اذا كانت past ماضي or present ولا مضارع or future ولا مستقبل. For example I am going to the farm now، انا رايح المزرعة دلوقتي. I was going to the farm at 3 p.m. yesterday، انا رحت المزرعة امبارح الساعة 3. I will go to the farm next week، انا هروح المزرعة الاسبوع الجاي. تعالوا بقى نشرح جملة جملة كده ونفهم بالراحة. اول جملة where is the helping verb، فين الهيلبين فيرب عندي؟ excellent am. طيب am دي present ولا past ولا future؟ present. يبقى كده الهيلبين فيرب ساعدني ان انا اعرف الزمن بتاع الجملة ان هو present. تعالى على تاني جملة where is the helping verb، ها I was going to the farm at 3 p.m. yesterday. excellent was. طيب طالما was تبقى ايه؟ برافو عليك past. طيب اخر جملة where is the helping verb، excellent will. طيب طالما will يبقى الزمن عندي، برافو عليك، يبقى future. يبقى اول وظيفة للهيلبين فيرب ان هو حدد لي الزمن بتاع الجملة، عرفني اذا كان past ماضي or present ولا مضارع or future ولا مستقبل. تاني بقى وظيفة عايزاكم تعرفوا عن الهيلبين فيرب ان انا بستخدمه في النيجاتيف فورم، بستخدمه في صيغة النفي، بستخدمه عشان احط وراه كلمة not. For example he is eating pizza، احط النوت بعد الهيلبين فيرب is ولا احطها بعد المين فيرب eating؟ لا انا احط النوت بعد الهيلبين فيرب is، فهتبقى الجملة he is not eating pizza. يبقى ما ننساش ان النوت بتيجي بعد الهيلبين فيرب. طيب another example they have played video games، ها هنحط النوت فين؟ excellent هحطها ورا الهيلبين فيرب، هتبقى they have not played video games. طب بصوا بقى الجملة ديت he jumps in the park، هو عمال بيتنطط في الايه؟ في الحديقة. ها هحط النط فين؟ تدور كده في الجملة على اي helping verb مفيش. طب ساعتها اعمل ايه؟ ابص على الفيرب، فين الفيرب عندك؟ برافو عليك الفيرب عندي هو jumps. طيب هعمل ايه؟ مش هو اخره اس؟ يبقى ساعتها نجيب مين؟ ها do ولا does ولا did؟ لا طالما فيها اس يبقى هنجيب does. وخلي بالك عايزاك تعرف ان عندي does و did الفيربين دول انا بقول عليهم المفجوعين بتوع الانجليش. الdoes ديت اول ما تلاقي اي اس لازم تاكلها، سواء كانت doesn't او does. الdid نفس الكلام، اول ما تلاقي اي دي تاكلها على طول. فخلي بالك لو جبت does او doesn't لازم تاكل الاس اللي موجوده في الايه؟ في الفيرب. فهي هتبقى كده ايه؟ هي doesn't jump in the park. ها ايه رايك الجمله كده اتظبطت ولا لا؟ اول حاجه عندي السبجكت، وبعد كده doesn't اللي هو الهيلبين فيرب، وبعد كده jump اللي هو المين فيرب، وبعد كده بقيه الجمله. طيب لو كانت جت لي مثلا he jumped in the park، هو كان عمال بيتنطط في الجنينه، ها هتبقى ايه؟ ابص على الفيرب، فين الفيرب؟ excellent jumped واخره ايه؟ اخره ايدي، يبقى نجيب مين؟ do ولا does ولا did؟ اه طالما ايدي يبقى هنجيب did. وخلي بالك did مفجوع هتاكل ايه على طول؟ هتاكل الايدي، فهتبقى he didn't jump in the park. ها الجمله بقت مظبوطه؟ ايوه مظبوطه. اول حاجه السبجكت، وبعد كده didn't الهيلبين فيرب، وبعد كده jump المين فيرب، وبعد كده بقيه الجمله. طيب لو قلت مثلا I jump in the park، انا بتنطط في الجنينه، ها where is the verb؟ excellent jump. طيب هنا jump لاخرها s ولا اخرها ed؟ يبقى نجيب مين؟ excellent هجيب do. يبقى هنقول I don't jump in the park، انا مش بتنطط او بقفز في الايه؟ في الجنينه. الجمله مظبوطه؟ اه مظبوطه. اول حاجه السبجكت، وبعد كده الهيلبين فيرب، وبعد كده اللي هو don't، وبعد كده المين فيرب اللي هو jump، وبعد كده ايه؟ بقيه الجمله. يبقى اوعى تنسى ان doesn't و didn't لازم يجي وراها الفيرب في حاجه اسمها infinitive. تالت استخدام ليه بقى يا ولاد ان انا بستخدمه في حاجه اسمها interrogative form، يعني صيغه السؤال. بس قبل ما نبدا لازم تعرف ان الجمله هتيجي عامله ازاي. اول حاجه هيجي helping verb، وبعد كده subject، وبعد كده main verb، وبعد كده بقيه الجمله. طيب تعالوا ناخد example كده. For example
The bird is flying. ها the bird is flying. لو أنا عايزة أخليها في السؤال هتبقى إيه؟ Excellent. Is the bird flying؟ تعال نشوف كده. يبقى أول حاجة جه الهيلبن فيرب، وبعد كده subject اللي هو the bird، وبعد كده المين فيرب flying، وبعد كده بقية الجملة. طيب the second one. They have written an email. هما بيكتبوا an email. عايزين نعملها سؤال هتبقى إيه؟ Have they written an email؟ أول حاجة جالي have اللي هو الهيلبن فيرب، وبعد كده they السبجكت، وبعد كده written اللي هي المين فيرب، وبعد كده بقية الجملة. طب تعالى بقى نشوف الجملة ديت. تعالى بقى نبص على الجملة ديت. he cooks food. ها هل ينفع إن أنا أعمل cooks he food؟ لا طبعا مش هينفع، لان كوكس هنا جايلي من فيرب فعل اساسي، فما ينفعش ان انا اعمل بيه سؤال، لازم محتاجه هيلبن فيرب. طب هعمل ايه؟ ابص في الجمله مفيش هيلبن فيرب، هجيبه منين؟ طب تعالى كده نبص على الفيرب. بص كوكس اخرها ايه؟ اكسلنت. ليدر اس. طالما اخرها ليدر اس ها هنجيب مين؟ دو ولا داز ولا ديد؟ برافو عليك، هنجيب داز. فهتبقى داز هي كوك فود. ها الجمله كده بقت مظبوطه ولا لا؟ ايوه بقت مظبوطه. اول حاجه does الهيلبن فيرب، وبعد كده هي السبجكت، وبعد كده cook المين فيرب، وبعد كده بقيه الجمله. طب تعالى ناخد another example. she called her friend. هي كلمت صاحبتها. ها ينفع اقول called she her friend؟ لا طبعا مش هينفع الكلام ده، لان called هنا جايه من فيرب. طب ابص على الفيرب كده، ابص الاقي فيه ايه؟ اي دي. برافو، يبقى نجيب ايه؟ do ولا does ولا did؟ Excellent. هجيب did. يبقى نقول did she call، طبعا did المفجوعة أكلت الإي دي، her friend. طب الجملة بقت مظبوطة؟ أيوة بقت مظبوطة. أول حاجة الهيلبنج فيرب اللي هو did، وبعد كده subject she، وبعد كده المين فيرب call، وبعد كده بقية الجملة. يلا يا ولاد هناخد سؤال دلوقتي عشان نتأكد إن احنا فهمنا الدرس ده كويس. اخر حاجه بقى يا اولاد عايزاكم تعرفوها هي التريكس بتاعه الهيلبن فيرب، الخدع كده او الافكار بتاعه الهيلبن فيرب اللي هو ممكن يضحك عليك بيها. ايه هي؟ اول حاجه عندي ان فيرب تو بي اللي هو ام وايز وار واز وير، وفيرب تو هاف اللي هو هاز وهاف وهاد، وفيرب تو دو اللي هو دو وداز وديد، ممكن اساسا يجوا كمان فيرب فعل اساسي، ما يجوش هيلبن فيرب، ما يجوش فعل مساعد. ازاي؟ فور اكزامبلز هي از ا دكتور، هو دكتور، هنا از جايه لي من فيرب. Another example. He has a car. هو عنده عربية. هنا has برضو جاية من verb بمعنى يمتلك. هو بيمتلك عربية. طيب another example. They did their homework. هم عملوا الواجب بتاعهم. هنا برضو did جاية لي من verb فعل أساسي بمعنى يفعل أو يعمل الواجب. وهناخدهم بقى بالتفصيل في الفيديو الجاي وهنعرف كل حاجة عنهم. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. لو كنت استفدت أي حاجة ولو معلومة صغيرة ياريت تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة، واتمنى اشوفكم في الفيديوز الجاية. وما تنسوش ان انتوا تصححوا الهومورك بتاعكم في اخر الفيديو، هتظهر الاجابات وتكتبولي الدرجة بتاعتكم في الكومنتس تحت. باي باي.